عقدت حركة النهضة ندوة صحفية تزامنا مع احتفال تونس بذكرى 18 من أكتوبر الذي يعتبر إنجازا للمعارضة قبل 14 من جانفي. تناولت هذه الندوة بالأساس موقف الحركة من مسار الحوار الوطني الذي حقق عديد المكتسبات، منها الوعي بمشكلات حقيقية وليست مختلقة، أهمها تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 18 على أهمية هذا المنجز السياسي وأهمية هذا الحدث السياسي في تاريخ بلادنا. سأتحدث قليلا عن 18 أكتوبر وعن 23 أكتوبر اللي احنا الآن يعني بيننا وبينه أيام قليلة، محطتان مهمتان في تاريخ البلاد وفي التاريخ السياسي المعاصر لتونس. اليوم هل يمكن نحن النجم نتقدم في حوار وطني دون إيجاد حل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ ستين بياس متراس رأي قضية منها أساسية حجر زاوية في مسارنا. نحن حرصنا على نجاح هذا الحوار من خلال المشاركة فيه، من خلال تقديم الكثير من التضحيات والتنازلات، من خلال استعدادنا أيضا لمزيد تقديم الخطوات تجاه الآخرين. لكن كل يعني أقول دائما بأن الوفاق هو طريق ذو اتجاهين، مش طريق ذو اتجاه واحد، بمعنى ان النهضة تقدم خطوات ولكن على الاخرين ايضا ان يقدموا خطوات حتى ينجح حقيقة هذا الحوار. الرغبة والعزم لإنجاح المسار والوصول للدستور ثم الانتخابات من كل أطراف الحوار أوضحت المشهد السياسي أكثر فأكثر رغم المخاطر والتحديات التي تعيش تونس على وقعها، ولعل أبرزها الإرهاب والعنف الذي استوجب النظر فيه ووضع حد لهذه الظاهرة. موضوع الإرهاب من بعده على موضوع من التجاذبات، هذا شأن وطني في البلدان وقت اللي يولي ثم الأمن القومي مهدد، ما يوليش في أمريكا حزب منها ديمقراطي وحزب جمهوري، ما يوليش حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا، يولي ثم المصلحة العليا. هل يتوقع البعض أن الحكومة الجديدة إن شاء الله مش نمشي ولا قبل الانتخابات أنا مش تجيب من عصا سحرية باش منها تعمل معجزات في الملف الأمني؟ ويبقى الإشكال لا بين التسريع والتمطيل وإنما يكمن في التعهدات التي سيفرزها الحوار الوطني والتي يجب أن تكون صادقة، ويتم تغليب الأولويات الوطنية على نظيرتها الفئوية والحزبوية.